الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع رجاء رمزي. إليك رجاء. أهلا بك هبة. أهلا بك إيمان. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة. عقدت برنامج تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمشاركة ممثلي 26 محافظة و13 جامعة حكومية. يأتي إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية 2022 واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. كما تأتي هذه الجائزة لتعزيز خلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم تضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات. بحث مسؤول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو سبل التعاون ما بين طرفين لدعم المشروعات المرتبطة بمجال عمل المنظمة. وأشادت المنظمة الأممية بالنجاح الذي حققته المبادرة الوطنية في دورتها الأولى والتي انتهت بعرض حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ وأيضا المشروعات الفائزة أمام العالم بمؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى أهمية المبادرة على المستوى الوطني والدولي. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفعت الأسعار مدعومة بتوقعات قوية بنقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع ما بين روسيا وأوكرانيا الذي من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات. زادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة بلغت 1.8% لتصل إلى 81 دولار 7 سنت وذلك للبرميل، فيما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.9% لتصل إلى 77 دولار 7 سنت للبرميل، فيما صعدت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.77% لتصل إلى دولارين 2.73 سنتا للتر. هذا فيما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.6% مسجلة دولارين 2.71 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، قال إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى. وخلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند، جدد بيرول التأكيد على أنه وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحا في النصف الثاني من هذا العام. وإلى فرنسا، حيث رحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ببدء عملية توطين الصناعة وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، ذلك بعد اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون للصناعة الخضراء. وأكد لومير أن المشروع يمثل ثورة حقيقية للصناعة الخضراء في فرنسا، حيث يسهم في تحقيق طموح استراتيجي وهو جعل فرنسا رائدة للصناعة الخضراء في أوروبا. نهاية هذه الجولة الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا إلى إيمان واهبة، فإليكم. شكرا لك رجائي.